السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول مجلة بريطانية: أمريكا عاجزة عن الرد على الحوثيين. وإلى التفاصيل، قالت مجلة بريطانية أمس الأربعاء إن أمريكا أصبحت أضعف مما كانت عليه وبدت عاجزة عن الرد على الهجمات التي تتعرض لها. ونشرت مجلة نيو ستيتسمان مقالا للصحفي مالكون كيون حمل عنوان: الإمبراطورية لا تستطيع الرد. وقال كيون إن أمريكا فقدت أخيرا السيطرة على الشرق الأوسط، موضحا أنها أصبحت عالقة على نحو متزايد في المأزق، وأضاف أن أعداءها أصبحوا أقوى وأكثر عددا مما كانوا عليه قبل عقدين من الزمن، في حين أصبحت أضعف مما قبل. وقال: قبل بضعة أيام فقد قام الحوثيون في اليمن بنشر مقطع فيديو لهم وهم يستخدمون صواريخهم المضادة للطائرات لإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 فوق البحر الأحمر. ولفت إلى أن هذه ليست سوى نصف القصة، مشيرا إلى أن تكلفة الطائرة بدون طيار الأمريكية التي أسقطها الحوثيون تبلغ نحو 32 مليون دولار، فيما يبلغ ثمن الصاروخ الذي أسقطها عشرات أو مئات وربما آلاف الدولارات فقط. ويأتي ذلك في ظل تواصل العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية في العراق وسوريا من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، فضلا عن إعلان قوات صنعاء إغلاق باب المندب في وجه السفن الإسرائيلية رغم التهديدات الأمريكية، والتي ترى بأن هذه الخطوة تمثل تحديا كبيرا لها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.